هنا جزء من مجموعة المباني التي تشكل مركز السفارة الأمريكية في عوكر في لبنان. هذا المبنى الجديد ولكنه يبعد فقط يعني مسافة قليلة عن المبنى الحالي حيث وقعت الحادثة. المعلومات الأكيدة اللي تبينت أنه لحاله، ثانيا لازالوا بعده بكامل وعي، وهذا ما سيؤدي وما سيساعد القوى الأمنية على أخذ إفادته بشكل جيد لنعرف ملابسة الحادث. ثلاثة، حامل شعار أصولي لا يبين أنه هو لم ينتابع. رابعا، صرح أنه هو عمل هالعملة نصرة لغزة. هذا كوقائع. كتحليل أنا اللي بشوفه هذا عمل اللي زعزعت الاستقرار في لبنان، لأنه هيك عمل لن يؤدي إلى تغيير سياسة أمريكا تجاه ما يحصل في غزة.